احنا بقالنا فوق 70 سنه في وسط البلد. اصلا احنا من الاصل ارمني. جدي جه في 1915، لكن المحل من استلموه في حدود 48-49 في الفترة دي. اسم المحل ريدرز كورنر، لأن احنا مفروض المحل الأخير في الكورنر. الاختصاص كان الكتب الروائية اللي بتتنشر في أمريكا. كنا عندنا توكيلات للناشرين الأمريكان، كان عندنا قسم للتابلوهات، لأن كان في وسط البلد 80% من المباني كان سكان، وال20% كان دكاترة محاسبين أو محامين. المجموعة دي كلها كانوا هما الزباين اللي موجودة. أنا ابتديت مع والدي في 75-76. عملنا أول محل سمينا أتوليه ست، ده كان جاليري صغير، وهو صمم إن إحنا هنبيع بس فنانين مصريين. الفريمينج كمان كان بيتعمل في مصر، كان ممنوع استيراد البراويز، فإحنا كنا بنصنع البراويز محليا. أخذنا أول كونتراكت إن نعمل الأرت ورك للنايل هيلتون. المجال اوتوماتيكلي تدريجيا اتحول من الكتب للوح والبراويز. ده كان تشالنج كبير، يعني تحدي. اكتر حاجة بعيش بيها في وسط البلد هي العزوة، ان انا في منطقتي كل اللي حواليا بيعرفوني وانا بنعرفهم. ده مهم جدا بالنسبة لي.